اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل. تواجدنا في احد المقاهي البغداديه في منطقه الاعظميه. حقيقه اليوم المدائح والابتهالات النبويه المباركه ستكون من خلال شهر رمضان المبارك، هي الصوره اللي راح ننقلها من العراق بصوت المداح والقارئ طارق الكرخي. مساء الخير عليكم، نورنا في برنامج بيت للكل. نورنا. الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. من خلال برنامج بيت للكل نريد نوضح بأن عندنا طقوس خاصة في شهر رمضان المبارك. دائما المداح يتواجد في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الدينية. شلون هذا الموروث أخذته وعن منو بالبيت كان قبلك مداح وهذا الصوت الجميل منين امتلكته؟ والله أخي العزيز، إحنا هذا المولود تركناه من آبائنا وأجدادنا بالتكاية. زين، التكايه المعروفه يعني على مستوى العراق. زين، فبشهر رمضان تختلف الامور. زين، اجواء رمضانيه وهي بالتكايه بالائمه نقرا المحافل الدينيه. بالمحافل الدينيه. خلينا نسمع شيء بالبدايه، ايش نسمع من عندك، تواشيح او مدح؟ لولا الجناح مني كسير، لولا لولا الجناح مني كسير لكنت بالحال للحجاز يطير. يا سلام. فيقيني بمحمد فيقيني بمحمد جبر كسرين، فكل كسرين بمحمد مجبور. الله الله، طيب الله انفاسك. الله سلمك. على هذا الصوت الشجي بالمدح النبوي. أريد أسأل دائما مثلا المداح شنو يحتاج؟ مثلا أي شاب مقبل لقضية المدح النبوي والابتهالات الدينية، شنو اللي يحتاج من مؤهلات؟ دراسة المقام، الحفظ، شنو المؤهلات اللي تخليه يعني يكون مداح ناجح؟ والله أستاذ المقام. المقام. يعني هسا احنا شقد جاي، أنا صار لي 30 سنة اللي حافظ بس أربع مقامات، المقام يراد له. المقام يراد له قانون، يراد له دراسة. مثل الأساتذة القنبنشي يوسف عمار. زين، يعني من أساتذة المقام العراقي. زين، فالمقام مو لعبة. يعني أنا صار لي 30 سنة أقرأ يعني محافل دينية. زين، بس لما نجي على المقام، المقام أتحسس به. ليش؟ لأن المقام مو لعبة. أكو أساتذة تقول لي وين رايح أنت أستاذ طارق، هذا عندك نشاز هنا نشاز هنا. زين، مو لعب المقام. يعني تحتاج دراسة المقام. إيه، دراسة. يعني شنو مثلا شلون واحد يكتشف نفسه؟ لازم يمتلك الصوت الجميل. نعم. ونعم، يعني قضية دراسة للمقامات اللي موجودة، لأن يعني كل المدح يعتبر المقام هو الأساس في طريقة المداح. يعني تعرف المفروض كل المقامات حتى تقدر تأديها بصورة صحيحة. نعم، لازم المقام العراقي. يعني المقام العراقي يبدي، يعني هو أصالة الغنى العراقي. احنا الغناء العراقي، المقامات. وعندنا ايضا الاطوار اللي موجوده في كل محافظاتنا. نعم. الشمال اللي هم اطوار خاصه. نعم. الغربيه اللي هم اطوار. نعم. حتى الاوساط والجنوب. نعم، الجنوب. نعم، هذا اللي يمتاز به يمكن لون الاداء العراقي. الاداء العراقي اكثر شيء تلقيه بغدادي بالمقام. يعني والاغنيه البغداديه. عندك ناظم الغزالي. عندك يوسف عمر. زين، عندك القنبنشي الشعوبي. يعني ناس اساتذه. يعني احنا بالنسبة يعني شو أقول لك، بالنسبة لنا إذا نجي نبهم ونقعد يعني بعيد، مسافة بعيدة. زين، التأهيلات يا أخي العزيز، هسه الشباب وين إحنا؟ يعني إحنا طورنا هسه وين وطور هاي الشباب اللي إجت؟ فالشباب هسه بهذا الجيل يختلف من عن جيل السبعينات والثمانينات. تختلف لما تجي وتقرأ قدامه، يعني يستغرب أو يشوف هذا شيء لون حلو. زين، شنو المقامات دائما القريبه لقلبك، دائما تقول انا مثلا ابدع بهذا المقام بطريقه المدح؟ والله انا متولع بالصبي. بالصبي هسه اللي قريته اللون. يعني متولع به. والمقامات هوايه. سمعنا شيء ثاني، احنا اليوم كنا طمع من خلال تواجدك واحنا بشهر رمضان المبارك نسمع شيء ثاني من عندك. مددت يدي بالذل مفتقرا اليك يا خير من مدت إليه يد، لا تردنها يا ربي خالية.
لا تردنها يا رب خالية، فبحر جودك يروي كل من ورده غافير عظيم المن ساتير عيوبي عني، غافير عظيم المن ساتير عيوبي عني. أنا بحماك قبلني، أنا بحماك قبلني، وحماك لا تعذبني غافر. غافر عظيم المن ساتر عيوبي عني، أنا بحماك قبلني، وحماك لا تعذبني غافر. بس انت تدري بهمي، دمي عيني هيمني، بس انت تدري بهمي، بدمي عيني هيمني، فكني وزير العزم خلاني اجذب واني غافر. غافر عظيم المني ساتر عيوبي عني، انا بحماك بمني وحماك لا تعذبني غافر. بالندم اصبح وامسي غرقان الوم بنفسي، بالندم اصبح وامسي غرقان الوم بنفسي، لكن تبدل ياسي، لكن تبدل ياسي، بالله حسن الظن، بالله حسن الظن غافر. الله الله الله، طيب الله انفاسك. الله يسلمك، الله يسلمك. حقيقه اخذتنا هيك باجواء ساحره بهذا الصوت الشجي. الله يسلمك يا ابو. هسه انت سويت لنا مقامين مختلفات، شنو هسه احنا ناخذ من عندك نصيحه لشبابنا اللي مقبلين على قضيه بان يكون مداح، شنو النصائح اللي توجه لها؟ والله النصائح، بما انه انت مريت قلت اكثر من 25 أي سنه. والله اي والله بالمدح. والله النصائح الاول شيء للشباب الصلاه. الصلاه الصلاه. الصلاة هي عمود الدين. واحنا هسه يعني انا هسه لعمك اللي قبالك 53 سنة ما شاء الله، الله يسلمك ان شاء الله. زين يعني الصلاة بعدين هاي التراشيح الدينية يعني تنفيه عن الصدر. اللي عنده صوت وعنده موهبة زين يتعلم هاي التراشيح الدينية، واكو بهم يعني نستمح لهم، واحنا احلى من اصواتنا زين من الشباب. زين للشباب زين يعني الشباب هسه يراد لها دعم زين، تدريس زين، وهم كلهم هسه تدريهم متوسطه واعداديه وبيهم كليه، يجيد يعني لا يريد يقرا المقام او عنده صوت موهبه زين. اي هاي يا ابن عمي يحتاج الدعم. الدعم زين. هسه انا اريد من عندك يكون مسك ختام شيء قصير نسمعه بصوتك، وهم من خلال برنامج بيت للكل ويتابعك كل بلداننا العربيه من شاشه القناه المصريه والاردنيه والفلسطينيه وشاشه قناه العراقيه. صلى الإلهي على النبي واصحابه، كل ما لعب بريح الهوى بعتابه. صلى الإلهي على النبي واصحابه، كل ما لعب بريح الهوى بعتابه. أولة بك المثل بلساني باسم النبي الحاشم العدناني، لولا محمد هالملوك ما كاني، والما عبد رب أجر ما صاب. صلى الإلهي على النبي حساب، كل ما لعب ريح الهوى بعتاه. يوسف حلم بلذة المنام أخبار أبوه عن تلك الأحلام، قال أني رأيتها
اهدى عجل جاني والشمس تشرق والقمر محرابه. صلى لله على النبي عصابه كل ما العمر حلى وعده. يوسف حلم بلذة المنام أكبر أبوه عن تلك الأحلام. قال أني رأيت إحدى عجل جاني والشمس تشرق والقمر محراب. صلى لله عن النبي وأصحابه كل ما العبر حلى وبحجابه. الله الله الله. طيب الله انفاسك مدامنا طارق الكرخي، شكرا لتواجدك من خلال برنامج بيت الكل. هذا الاحساس العالي والشجن العالي وهذا لحظات التجلي من الصوفيات الجميلة حقيقة نورتنا في برنامج بيت للكل. الله يسلمك. وأكيد شاهدوك كل المحبين من خلال شاشة القناة العراقية والأردنية والفلسطينية والمصرية. نشكر كل الكادر وكل القاعدين أخوتنا زين. وهذا البرنامج يعني برنامج نادر من عنده هسه إلا يلتقي في شهر رمضان إن شاء الله. نورتنا، شكرا. الله يسلمك. سلام للجميع وحياكم الله. نورتنا. الله يسلمك. إذا مشاهدينا كان هذا مشهد رمضاني من خلال بغداد الحبيبة، نقلنا لكم المداح والابتهالات الدينية بصوت المداح طارق الكرخي.